الشعب التركي لا يمكن تركيعه عبر الدولار. بهذه الكلمة الحازمة تحدى الرئيس أردوغان الغرب الذي يشن منذ أشهر حربا اقتصادية قوية على تركيا تسببت بتراجع كبير للعملة التركية أمام الدولار. وبينما بشر إردوان بإصلاحات واسعة سيجري تطبيقها قريبا لمواجهة الأزمة الاقتصادية، دعا الشعب إلى الثبات والصمود بحزم في وجه الهجمات الاقتصادية، مؤكدا أن الجهات التي تستهدف تركيا تسعى لأن تحقق بسلاح الاقتصاد ما عجزت عن تحقيقه بسلاح الخونة والعصابات. وقال أن تركيا لم ولن تركع أمام أي قوة بشرية وستمضي قدما في طريقها المستقل الذي رسمته. لا يمكن للغرب أن يخيفنا بالتهديدات الاقتصادية وإعلان الحرب الاقتصادية علينا. الشعب التركي ليس بالشعب الذي يركع أمام التهديدات. أسألكم الصبر وبأن لا تسمحوا لأي كان بالتأثير عليكم بأكاذيب تصنيف وكالات الائتمان المحتالة. تصريحات إردوان جاءت في وقت تعيش فيه العملة التركية ضغوطات كبيرة، حيث خسرت هذا العام نحو 44% من قيمتها مقابل الدولار بفعل الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول قضية القس الأمريكي الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب. في الماضي كانوا يضغطون علينا بورقة الإرهاب، والآن بدأوا يروجون للرعب الاقتصادي لجعل تركيا تنصاع لأوامرهم. لكن الشعب الذي رفض الرضوخ في السابق سيقاوم الضغوط اليوم، وسنخرج أقوى مما كنا. ومع بلوغ الخلافات التركية مع الغرب وأمريكا حدودها القصوى، يرى المراقبون أن هذه الأزمات تدفع بتركيا إلى التوجه نحو بدائل استراتيجية أخرى والتموضع في تحالفات أكبر مع روسيا وإيران تغير من موازين القوى وتعزز موقف تركيا في الساحة الإقليمية لمواجهة كل السيناريوهات التي تستهدفها. إذن تبدو تركيا بزعامة الرئيس إردوان مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في تحمل الأزمات والتصدي لها بحكمة وروية في مقابل التأصيل لرؤيتها الوطنية واستقلاليتها، مهما كان الطريق إلى ذلك يمر من مخاض عسير. إيمان دبرهان، CGTN العربية، إسطنبول.